أخبرني نكتة لو سمحت. أكيد. لما يعرج المجرم؟ لأن ذنبه على جنبه. تقصد أن المجرم يعرج؟ عذرا، لم أفهم. لا بأس، أخبرني نكتة أخرى. أقول أخبرني نكتة أخرى. المرح ليس من أفضل صفاتي، لكن سأحاول. لماذا تتمشى البقرة على الشاطئ؟ تريد أن تلتقي بعجل البحر. هذه النكتة مضحكة جدا. شكرا جزيلا. العفو. ولو أخبريني معلومة شيقة. بحسب وايلد ريبابليك، عندما يكون أسد البحر تحت الماء يدير شواربه باتجاه التيار، فيساعده ذلك على استشعار أماكن تواجد الطعام في الجوار. أخبريني معلومة غريبة جدا. بحسب ويكيبيديا، الفيلة الأم هي محور مجتمع الفيلة، وتنشأ حولها روابط العائلة، وهي التي تقرر وجهة العائلة يوميا ووقت نومها. طيب أخبريني نكتة مضحكة جدا جدا جدا. هذه نكتة على الطلب. كيف تنادي رجل الثلج المسن؟ ميا. شكرا جزيلا. لا شكر على واجب. مع السلامة. مع السلامة.